اهلا بالشباب. ماشي يا عم، وين كاين؟ وين كاين؟ كنت بالبيت وجيت. انتو منيح؟ طيب اياها شوي ارجع، انت هون بعين رمان يا حبيبي. الوقت نيعه. لا لا لا، انا بحكي معك هون. بتجي على المنطقه بدك تظبط حكيك. مزبوط، انت علي تقبرني مع علي يعني يا حبيبي؟ عم بحكي هون، بطلع فيه هون. لا 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 لحظه، والامام علي. انا مسيحي. كيف؟ ماشي. شو مسيحي معمد ووجه مقبض؟ شو الاسم؟ احمد الموسى. انت الي جلادي قوات شباب. انا مش مع حدا، انا مش مع حدا. لا، كيف بدي يكون انا مع القوات اذا سمير جعجع قبل الانتخابات؟ دكتور سمير جعجع. ما هو اسم الثلاثي. اذا سمير جعجع قال تكرم تكرم. بدك تعيد؟ رح عيد رح عيد. انا كيف بدي امشي مع القوات اذا الدكتور سمير جعجع؟ شيء الحكيم يشتغل كل الوضع بيزبط حبيبي. ما انتوا قلتوا انه بعد الانتخابات بينزل الدولار. بس ليه على العالي هالقد؟ لا 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 خلص خلص، مش ظابطه معه اليوم، مش ظابطه. شوف شو بدنا نعمل. هيك صار وقت الجد. مين الشاب؟ انت شو بدك تكون؟ انا اليه. لا انا لبناني يا شباب. يا الارزة وين موجودة؟ الارزة موجودة على العلم اللبناني. على العلم القوات. وين موجودة الارزة؟ طب كتير عم تقصر. وين موجودة الارزة عبدالله؟ بس ريت خلص على العلم القوات. تعرفوا شو القاسم المشترك بين سمير جعجع ومايك فغالي؟ ما في قاسم مشترك. لا في خلص خلص بس حبك. شو طلع معك قاسم المشترك؟ معصمك بالنص بعد تسأله هالسؤال. نحن نزلنا عملنا مقابلات بالشارع، سألنا عن القوات اللبنانية. يا الله الناس شو بتحبكم. في احضركم شباب جاهزين. هولي احزاب حرب وهولي احزاب ميليشيات، وعيب نحن كشعب لبناني بقى نمشي وراهم. برافو عليك برافو عليك، انا بشد على ايدك وكلهم يعني كلهم ما عدا الاستاذ نبيه بري الله يطول بعمره. ليك صديقي، انا اسمي جورج وانا قوات لبنانية اح، وبكون صديقي اسمه علي ومع الحركة. ومن الاخر قدام علي عم بقلك، ها لو ما الحكيم ولو ما القوات اللبنانية وانتو بتعرفوا كانوا اكلونا من زمان. وفهمك كفاية، مزبوط يا علي او لا؟ ايه مزبوط، كان اكلناكم. كانوا اكلونا من زمان. عيب 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 هيك اسئله. يعني القوات اللبنانيه عطلوا الحكم سنتين، استلموا ست سنين، كانوا هن الاكتريه. عيب عم تسالني هيك سؤال. شو عملوا بالحكم؟ شو عملوا؟ بعدنا لهلا بلا كهرباء. شو عملوا القوات؟ شكرا حبيبي. تعاد اقول لك سمير جعجع اشلوب السياسه. سمير جعجع ما خصش بالسياسه، ابي يفهمش اصلا بالسياسه، يروح يشتغل بالطب، يعمل شيء مفيد بالطب. اصلا ليش هو مخلص طب؟ وليش بعتوا له حكيم؟ ما بعرف، لا بيفهم بالسياسه ولا بيفهم بالطب، يروح يقعد ببيته هو وغيره خلص. القوات شاطرين، نحن فينا ونحن بدنا، نحن فينا ونحن بدنا. وينهم هلا؟ وينهم؟ ما نحن نفضنا. وينهم؟ مدام عرفش 60,000 على الدوره 50. لحظة يا خي يا خي، لحظة يا خي لحظة. أنا ما خصني هو العالم على الطريق. كهربا نحن شو خصنا فيها؟ امشي حالك أنت قبل ما تتربط. بدك تتربط شباب شباب. أنا بعتذر. خلاص يا شباب خلاص، نزلوني خلاص. بدي أقولكم شغلة، إنه أنا قوات ما حاسير. تقلكم ليه؟ مش زبطة مش زبطة. تعبت أنا تعبت. شو ها؟ لا 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 جيبوا صمو اثنين جيبوا. لا 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 خلص خلص، صرت قوات صرت صرت قوات صرت قوات خلص صرت صرت قوات. الله أجيبوا بس الله قوات أجيبوا بس الله قوات أجيبوا بس. انتوا عملتوا احتفالية انا صرت قوات؟ هيدا الطريقة ما بيمشي الحال. انا لو بتشك براسكم 100 شيء ما حصير قوات.